تضغط اوكي بكيف تبي ياخذ تحديد الموقع، تضغط اوكي اذا كان برنامج يستاهل تحديد الموقع. ما برنامج يعني احيانا يجيك برنامج ما له شغل في تحديد الموقع. فتليجرام اوكي لاني بسوي شات مع شخص لازم اعرف الاسم حقه. فهنا كل الاذنات، الصور تخش على الصور تشوف البرامج يقول لك تحديد الموقع. ولا يجيك برنامج ما له شغل ان حق الاسماء، لعبه تحديد الاسماء تعطي قبول، ليش انت تعطي قبول برنامج ما له شغل في حق الصور؟ برنامج ما تستخدم، لا ما يستخدم او ما تقدر تستخدمه في الصور، ليش مشقله؟ يعني لو نشوف هنا ايش كثر من برامج هنا، ونشوف التويتر اسماء تعطي قبول راح ياخذ انت اعطيته يعني انت اعطيته البرميشن عشان يوصل حق ذا الشيء. فاتمنى ان الاشخاص يكونون دقيقين في لو اطفي تويتر واني خلاص انا بس التويتر، انا استخدم التويتر ما ارفع فيه شيء، فقط اقرا مثلا ولا ارفع صور. فطفيتها كذا مثل اشياء راح اوريكم الحين كيف انكم تشوفون البرامج حقينكم وتشوفون شو اللي ياخذ من الجهاز او الاذون من النظام نفسه. شوف الحين لو افتح تويتر برفع او بكتب مقال هنا، اللي كتبت المقال بضغط على ارسال صوره ما اقدر، يقول لك تويتر ما عنده الاذن انه يوصل حق الصور حقيني. فاضغط جوت هنا جوتت، ارجع مره ثانيه خش على تويتر اعطيه ريد ورايت، فالحين يقدر يوصل حق الصور حقيني. فلو اضغط هنا اضغط هنا شوف الصور حقيني توصلون. فاتمنى كل شخص يشوف هنا الاذونات ويشوف الاشياء كلها والبرامج اللي ياخذون ويتاكدوا هو البرنامج هل وبس. تقريبا هذا كان الموضوع اللي كنت ابي اوضحه لكم، ابي اعلمكم ان دامك على الانترنت ما في خصوصيه، في لحد ما لكن 100% خصوصيه ما في خصوصيه. انت على الانترنت ما اقدر اهكر جهازك، اقدر اهكر المقدي لحق جهازك والانترنت. فاتمنى في النهايه ما حد يستخدم البرامج الحساسه، البنوك والاشياء دي كلها في الاماكن العامه، في الكافيهات، في المولز، في الوايرلس، يعني مش حق جهازك، الوايرلس المول، وايرلس الكافي، وايرلس المطارات، خصوصا المطارات لا تستخدمون تفتحون فيهم برامجكم الحساسه فيهم وبس. فسلام عليكم. البرنامج هذا مثلا يبغي يرفع الكاميرا، برنامج يوصل حق برنامج الكاميرا حقتك، فانت تحدد الاشياء حقتك من هنا عشان تعرف البرامج كلهم. شوف بعض البرامج ما له داعي، لعبه ياخذ الصور او لعبه ياخذ المايك وانت ما تستخدم المايك، مثلا فورتنايت اذا انت تلعب ما تلعب لايف او انك لازم تلعب لايف طبعا، ما تلعب ما تسولف في المايك، يعني ما تفتح المايك عشان تسولف مع اشخاص وانت قاعد تلعب، طفي المايك هنا عشان تتاكد 100% انه ما ياخذ الصور، لان هذا هنا السويتش طفي وتشغله ده من السوفت وير، فاذا قطعته البرنامج مستحيل يقدر يوصل حق الصوت حقك دام مقطوع من الخيار. بما ان تكلمنا عن جوجل وخرائط جوجل وكيف انها تعرف تحديد الموقع، اتوقع شفت الخبر هذا اللي كان تقريبا 4 فيبروري، يعني شهر واسبوع تقريبا، راح عن شخص في وين، في اوروبا تقريبا، اللي سوى الفيك يعني كذب على جوجل وخلى الخرائط حقينها كلهم يصير في زحمه، لانه يدري ان المعلومه هذه حقيقه، وجوجل جلست تتخذ معلومات الناس كلها عشان تعلمك ان المكان زحم او في زحمه ولا ما في زحمه. فسوى حركه حلوه وركني الحين الشخص عبى العربانه حقته مثل ما نشوف بجوالات كثيره ومشغل خرائط جوجل فيها، فشو شلون سوى في المكان هنا زحمه، كم يمشي في المدينه كلها الأشخاص طبعا فيه، يمشي في وسط الشارع كأنه سيارة علشان بس شوف علشان بس يعلم جوجل إنه يكذب على خرائط جوجل إنه تحسب إنه سيارة. وجوالات كثيرة حطوهم هنا فوق 200 تقريبا فوق الخبر، بس إنه المهم وجالس يمشي مثل ما نشوف في الأماكن في الشارع في وسط مكان السيارات كذا، كذب على خرائط جوجل وخلاها تتوهق جوجل، صار الطريق ذا كله زحمة والطريق الأصل ما في أحد مثل ما نشوف طريق فاضي، وصار في الأخبار انتشر في الأخبار هو الشخص ذا. بما أن الكل الحين جالس في بيتهم، فأبل أعلنت عن سكشنز خاص للجلسة في البيت عشان تقزرها يعني. فمثل ما نشوف هذا الأنواع السكشنز اللي موجود في برنامج الحق، مثلا سكشنز حق الأخبار، سكشن حق برامج التواصل مثل ما نشوف هنا، وهنا study from home، section خاص لحق المذاكرة أو دراسة في المنزل. فأنواع كثيرة هنا موجودة، اليوغا برضو. فلو نخش أب ستور مثل ما نشوف هنا، نخش أب ستور نشوف هذا السكشن هنا، لو نفتح السكشنز نشوفهم متقسمين هنا عندهم كلهم،
مثل هذا البداية اللي هو study from home. فلو نضغط هنا نفتح برامج كلها لحق مذاكرة أو الدراسة عن بعد. ونكمل برضو السكشنز الثاني مثل ما نشوف هنا اللي هو لحق التواصل ما التواصل. نضغط هنا نشوف برامج كلهم وننزل هنا لحق الأخبار. هذا الأخبار هنا وهنا لحق الشغل في البيت. فلو ننزل شو هنا يعني لحق تجزرة. فالسكشن هذا موجود الحين في أبو ستور. لو نفتح أبو ستور نروح حق توداي نشوف السكشن الخاص هنا. أخبار طلعت كثير عن الآيباد الجديد اللي بينزل الآيباد برو. فأمس طلعت أخبار واليوم برضو قبل شوي طلعت أخبار لحق الموديلات اللي بتنزل حق الآيباد الجديد. فمن ما نشوف الآيباد 11 إنش والثاني 11 إنش هذا الموديل حقه وهذا الموديل الثاني. الموديل الثالث لحق 12.9 وهذا 12.9. طبعا الموديلات هذا واحد يكون لحق الواي فاي والثاني لحق الـ LTE. فلو ننزل تحت نشوفهم هنا هذا لحق 11 انش واي فاي، هذا الثاني 12.9 انش واي فاي، هذا ال 11 انش ال LTE، وهذا ال قصدي 11 انش ايوه، هذا الثالث او الاخير 12.9 انش ال LTE. فهذا الداتابيس حق قبل انه جاهزه وقاعد تركب الايبادات. فتوقع انه قربنا بالكثير يمكن الاسبوع الجاي يمكن انه ينزلون الايبادات الجديده. ما حد يدري الان متى، وتكلمت عن الاشكال حقتها وكيف راح تكون. في كل التسريبات او الفيديوهات مفصله موجوده في قناتي في اليوتيوب. لو نفتح القناه حقتي في اليوتيوب مثل ما نشوف نروح حق بلاي ليست فنشوف تسريبات واخبار ابل هنا. لو ننزل اخر شيء تحت راح نشوف يعني كذا فيديو سويته هنا تسريبات اخر واحد سويته، في تسريبات برضه ثاني سويته فوق. لو نصعد نشوف هنا برضه منشنت الايباد تكلمت عن، ولو نصعد برضه فوق هنا تكلمت عن الايباد. ف في فيديوهات كثير تكلمت عنها عن الايباد. فاللي يبي يشوفه هذا اسم القناة في اليوتيوب. اذا ما تحب الستيك ما عندك ذوق، خلكم من القهوة تولدين الستيك. الكل يعرف ان الاجهزه اللي بتنزل في سبتمبر الاجهزه الايفون 12 مثلا لو بيسمونهم 12 راح يكون كلهم اولد وما راح يكون ثلاث اجهزه. هذا اللي موجود الحين مثلا ال11 11 برو 11 برو ماكس. الحين الاجهزه الجديده راح يكون الايفون 11 راح يكون اصغر، او ال11 برو قصدي راح يكون اصغر من الحجم مثلا الموجود الحين 10 اس راح يكون حجمه اصغر والشاشه راح تكون 5.4. فلو بتقارنها مع الايفون 8 اللي هي 4.7 راح تكون الشاشة أكبر لكن حجم الجهاز راح يكون أصغر، لأن اللي يعرف إن الآيفون 8 في نوتش أو في حجم كبير حق الزر من تحت. فالأجهزة اللي راح تنزل اثنين رخاص واثنين غاليين، يعني اثنين برو واثنين العادي. فواحد راح يكون 5.4 تقريبا راح يكون في برو هنا، وهنا 6.1 هو نفس الآيفون 10 R أو ال 11 نفس الحجم موديلين. والموديل الاخير 6.7 راح يكون هذا الموديل راح يحل محل ال11 برو ماكس لكن حجمه راح يكون اكبر. فلو بنشوف هنا اصغر واحد راح يكون اصغر برضو اصغر من اصغر واحد اوكي، وواحد راح يكون اكبر من اكبر واحد. فراح يكون الاحجام تختلف، هذا اصغر هذا اكبر، وهذه اللي راح يتمون نفس الحجم 6.1. وبرضو الأجهزة راح تستخدم تقريبا هذا كلهم راح يكونون يدعمون الواي فاي أو الفايف جي، والفريم حق الأجهزة راح تكون نفس الآيباد برو الحواد أو الحواف اللي تكلمنا عنها أو نفس الآيفون 4 يعني أو الفايف إس. وبرضو الكل يعرف إن في خبر نزل إن الكاميرات راح تكون فيها ثلاث كاميرات نفس ثلاث كاميرات لكن راح تختلف الكاميرات طبعا في الوضوح وكل شيء. اشاعات انها راح تكون مثل 64 ميجا بكسل، لكن التايم اوف فلايت اللي راح تكون كاميرا مثلا هنا راح تكون موجوده. تقول لك انها راح تكون هذه الفئه اللي حق التايم اوف فلايت راح تكون مقصوره على الاجهزه البرو، فما راح تكون في الاجهزه الرخيصه راح تكون على الاجهزه البرو. يمكن بس جهاز واحد يكون مثلا الاعلى واحد، فالى الان ما ندري. فهل راح يكون بس على ال 12 برو اللي هو الموديلات كلهم البرو الصغير والبرو الكبير، او
بس أكبر واحد، ثاني أشوف قدام. للأسف ما أدري هل أقدر أقول للأسف ولا شيء طبيعي، الشاشة ما تغيرت نفس الأيباد برو القديم، لكن شاشة الأيباد برو القديم ممتازة ما فيها أي شيء، استخدامها سلس، الرزولوشن حقها عالي، فيها كل شيء مثل ما تشوفون لحق 11 إنش و 12.9 إنش، وضوحهم عالي وممتاز. ما في أحد انتقد الشاشة اللي استخدمها، اللي استخدم الشاشة ما انتقد، اللي ينتقدون الشاشة اللي ما استخدموا الأيباد. استخدم الأيباد وشوف هل في شيء أو في عذر أو إن في شيء ما بكويس في الشاشة. أبي بس لكو أبي LED بس عشان OLED أو OLED عشان بس أبي OLED. طيب فيها ترى ميزات LCD برضو، مو بس OLED فيها ميزات. فأوكي نتمنى تحط OLED، لكن القفزة الخفيفة اللي في الأيباد، الأيباد الجديد الحين ذا معالج كاميرا، إذا كنت تستخدم الكاميرا مايك، لكن تبي مايك أقوى. فنصيحة إذا كان عندك الأيباد القديم أيباد 2018 لا تشتري الأيباد هذا. فنقدر نقول إذا كان عندك أيباد 2018 لا تشتري 2019 أو 2020 الجديد هذا. معالج إلى الآن راح أتكلم عن قدام، ما راح أتكلم الحين، ممكن بكرة أو نهاية اليوم. ف نقدر نقول الايباد الجديد اللي نزل الحين فئه الاس من الايباد القديم، كاميرات احدث، مايك تسجيل افضل، معالج جديد، تقريبا هذه الاشياء بس والدبث سنس العدسه الجديده اللي من ورا، تقريبا هذه الاشياء كلها. ف انا بالنسبه لي عندي الايباد هذا، اقدر اشتري الكيبورد الجديد بس ما راح اشتري مثلا الايباد الجديد، لأن الأيباد اللي عندي حين 12X ممتاز بقوة. فالـ A12X الـ A12Z الجديد شوي تقليل الحرارة، شوي طبعا تقليل حركة المعالج يعني بيقل، فيرفع أداء الجهاز ويرفع أداء الباتري، فأنت بكيفك. طيب نتكلم عن السلبيات. سلبيات أحس أنه ودي شلون بتكلم عن السلبيات. ما في 5G، هذا لو بفكر يعني زي كذا. ما في USB-A، ما في مدخل SD كارد. شو باقي السلبيات اللي يتكلمون عنها الناس يبون؟ ما أدري. ما في، ما بغيت أقول ليش ما شغل نوتش، بس ما في نوتش. ما أدري شو تبون. جهاز النظام مغلق ما مفتوح للناس، ما أقدر أركب شيء كل شيء أبي. شو اللي باقي برضه؟ تقريبا هذا الأشياء اللي في قلب. بغيت أقول ما في قلب. خلني أفكر، ما فكرت. بلي أفكر أكثر يعني وأشوف. نتكلم شيء يعني السلبيات، الأشياء اللي إحنا نتمناها. يعني أنا في الفيديوهات القديمة في القناة حقتي تشوفون الأشياء اللي تمنيتها. تمنيت المدخل USB من الجهتين، USB-C من الجهتين، فعشان أشحن من الجهتين. فالآن مع الكيبورد الجديد أقدر أشحن من اليسار، وأقدر أشحن الكيبورد من اليسار وهو الكيبورد نفسه يشحن الأيباد من ثلاث دوتس اللي ورا موجودة، وأقدر أشحن من اليمين الايباد نفسه، فحركة حلوة. الكاميرا تمنيت يرفعونها، وتمنيت الكاميرا يخلون 12 ميجا بكسل نفس الايباد. ليش 10 ميجا بكسل؟ ليش واقفة 10 ميجا بكسل في الفول HD؟ تمنيت يحطون نفس قصدي الايفون 11 برو، يخلون نفس الايفون 11 برو. هذا السلبية الوحيدة اللي انا قهرتني، الكاميرا الامامية ليش ما ب 12 ميجا بكسل 4K؟ انا الكاميرا الخلفية ما اصور فيها كثير، انا الكاميرا الامامية اللي تعجبني، اقدر اطلع بثوث كما بث بثوث في اليوتيوب، هذا اللي أبي أنا الشيء. بس تقريبا هذا الشيء اللي كل كذا مرة أتكلم عن. أما التراك باد حطوه، فالأشياء هذه كلها يعني حتى لو تشوف فيديوهات قديمة كل شيء تمنيت أتوقع حطوه. يعني تراك باد حطوه مع الكيبورد، الكيبورد صار إضاءة فيه، شحن من الجهتين، بس الكاميرا تقريبا اللي تمنيت. الماتيريال صغيروها لحق الجهاز فصار أفضل الحين، بس هذه الأشياء اللي كنا نتمناها تقريبا. ما أدري طبعاً بتكلم أحد بيجي لي الحين كم الرام، أنا أعرف إنه من الأندرويد، إلى الآن ما تكلمت أبل عن الرام. زادت قوة المعالج، أو طبعاً زادت قوة المعالج بخفض حرارة المعالج، أوكي؟ فنشوف قدام شلون، نشوف أداء الجهاز وكل شيء. يمكن رفعت أو خلت ستاندرد 6 جيجا رام، 6 جيجا بايت الرام، ما ندري. طبعاً إنه موجود في الأيباد القديم، خدت 1 تيرا تقدر تأخذ 6 جيجا بايت رام، لكن ما تحس بفرق بين الستة والأربعة. وأي شخص عنده سؤال يسألني وراح أجاوب عليه. بفتح لكم شوي يمكن الفيديو إذا حصلت وقت مناسب الكاميرا، وأوريكم أشياء، والفيديو برضو حق الآيباد، ميزات الآيباد وكل شيء راح تنزل في القناة بعد ساعة بعد ساعتين كذا تقريبا.
طيب خلنا نبدأ الحين نفصفص لكم ميزات حق الجهاز الجديد. فهذا موقع أبل أوفرفيو، نشوف كل شيء هنا. كيبورد الجديد مع تراك باد، فالحركة الحلوة في التراك باد الحين تقدر تشحنه من هنا USB-C، وبرضو من الدوتس اللي موجود في الآيباد يقدر يشحن الآيباد. والجهة اليمين أو الجهة اليمين في الآيباد تقدر تشحن الآيباد، فحركة حلوة الحين أقدر أشحن الآيباد من دي الجهة بالUSB-C أو من ديك الجهة. هذا الشيء اللي كنت أتمناه في الفيديوهات كذا مرة تكلمت عنه. طيب ننزل ونشوف الديسبلاي، نفس الديسبلاي القديمة ممتازة ما فيها شيء. البروموشن 120 هيرتز، النتس 600، فرفلكشن قليل برضو، تروتون موجود فيه، الكالر موجود، الأشياء دي كلها موجودة من زمان. طيب لو ننزل الحين الكاميرات 12 ميجا بكسل نفس اللي موجودة في الايفون 11، 10 ميجا بكسل ألترا وايد أول مرة يحطونها، وهنا ده الخيار اللي موجود هنا والشيء اللي موجود هنا في كاميرتين حق الدب. هذا اللي خلى المعالج يكون جديد علشان يتعامل مع الأشياء دي اللي موجودة هنا. في كاميرا تقريبا وعدسة ثانية هنا، حين تشوفون راح نخش هنا ونشوف كل شيء. فلو ننزل هذا تكلمت لكم 10 ميجا بكسل ألترا وايد جديدة، 12 ميجا بكسل موجود الوايد، فالألترا وايد 10 ميجا بكسل، ما حطت 12 نفس الايفون 11 العادي ما ادري ليش. لو ننزل الحين نشوف الكاميرا، هذا السنسر الموجود الحين جديد الاي دار، ما ادري معناته اللي دار شيء كذا، فلحق السنسر لحق تقريبا الاي ار، فهذا ميزه الاي ار، يمكن نفس السنسر هذا راح يكون مع الايفون 12 الجديد. فلو نشوف الحين راح نتزوم عليه ونخش هنا بالكاميرا، نخش مكان السنسر ذا نفسه مثل ما نشوف. هذه الكاميرات أول عدسات الموجودة، الليزر والكاميرا الثانية حق الـ AR. شو نخش هنا راح نشوف الواقع المعزز أو الـ AR كيف راح تقدر تستخدمها في الـ AR. فينا التعديلات، فالتعديلات والأشياء دي موجودة من زمان في الآيباد، لكن أسمنا يتكلمون عنها مرة ثانية. الكاميرا الأمامية للأسف ما حدثوها، 10 ميجا بكسل أو 7 ميجا بكسل قصدي، وتصور في الـ HD هنا في الجديد. فأتمنيت إن يخلون نفس الكاميرات الايفون 11 12 ميجا بكسل اللي قدام وتصور 4K، لكن للأسف ما حطوها. هذا السلبي اللي ما بعجبتني. المعالج تكلمنا عنه قبل شوي، معالج جديد من فئة الزي أول مرة يحطونها، فالمعالج هو ميزاته طبعا 8 كورز والأشياء دي كلها موجودة نفس الـ A12X، لكن هنا الميزات إنه يتعامل مع الكاميرات الجديدة علشان يسهل استخدام كل الكاميرات، فهذا الشيء. والشيء الثاني برضو ان اداء المعالج راح يكون افضل، انه راح يقلل من الحراره، فيتقل الحراره المعالج تكون افضل، وبرضه البطاريه راح تكون افضل. فليش ادي ما بس يتكلمون عن القلم كيف تستخدم القلم هنا. لو ننزل هذا نشوف كيف استخدام الكيبورد. طبعا مثل ما نشوف الكيبورد هي مش نفس الحركه القديمه اللي موجوده عندي، انه بس في جهتين احطها، اقدر احطها هنا وهنا. لا، الحركه الجديده اني اقدر اتعامل مع الكيبورد، ارفعه باي انجل ابي، يعني اقدر احركه في اي مكان واقدر احطه، يعني اقدر اوقفه باي زاويه ابي انا. وبرضو تكلمنا عن الماوس، انه موجود في ماوس، هذا اليو اس بي سي نقدر نشحن بالكيبورد والايباد، وهذا الماوس او التراك باد قصدي، والاضاءه اللي موجوده في الكيبورد تقريبا هذه الاشياء. وهنا ال شو يسمون هذه الدائره دي اللي موجوده حق التراك باد تكون هنا موجوده، واي وقت ما تحتاجها راح تختفي، فحركه حلوه افضل من القديمه اللي تكون موجوده دائره بس. الحين برضو الدائره دي شفافه شوي، فما تزعج يكون تستخدم الجهاز او تستخدم التراك باد، وبس تتركها مثل ما شوف هذه الدائره، بس تتركها تختفي يعني. تقريبا هذه كلمه. ف اللي حابين يسألون أي سؤال، طبعا يعتبر الايباد الجديد أرخص من الايباد القديم. الايباد القديم اللي هو اللي موجود عندي كان يبدأ من 800، نفس سعر هذا اللي موجود الحين 799 تقريبا، وكان يبدأ من ذاكرة 64، الحين لا يبدأ من 128، فيكون أفضل. يعني السنة اللي راحت أو السنتين اللي راحت اللي يشتري الجهاز 64 ب 800 احنا نقدر يشتري 128 800، فهذا الأسعار، وهذا الحق ال 12 وال 11 او 12.9 او 13 يعتبر وال 11. فنشوف الاسعار والالوان، هذهم الاحجام وكل شيء ما تغيروا، ما اختلف شيء. الجرام تقريبا ارتفع بس 10 جرام، فما في شيء كبير او اختلاف كبير. هذه الانواع كلها طبعا، في المايك الحين برضو سبيكر نفس اللي موجود في الماك تقريبا الجديد، والايباد برضو ان السيريو مش السبيكرز قصدي المايك لاقط
اللي هو الميكروفون اللي هو لاقط الصوت يكون سبيكر محيطي فحلو. سبيكرز نفس القديم بس يمكن يكون افضل الحين، ما تدري على المعالج والاشياء ذي كلها، راح نشوف قدام ايش بيسوون. فهذه الاحجام وهذا ريزولوشن حق الشاشه مثل ما نشوف حق الاثنين، النت نفس النت او السطوع، هذا الانجن الجديد او المعالج الجديد. هذا هنا الكاميرا يصور 2x، الالترا وايد 10 ميجا بكسل قلنا لكم، الوايد 12 ميجا بكسل وفتحة العدسة 1.8 والثاني 2.4 لحق 10 ميجا بكسل. فلو بنكمل البانوراما ذي الاشياء اللي بيصورون 63 ميجا بكسل، ذي الاشياء كلها معيودة ومن زمان موجودة في المواصفات في الجهاز. الفوركي يصور لحق الكاميرا الخلفية ويصور فول اتش دي لحق التصوير على 30 فريم، برضو الفوركي يصور 24 30 60 فريم، 27 حق 30. والكاميرا الترو ديبث اللي تكلمنا عنها 7 ميجا بكسل مثل ما نشوف. تقريبا هذه كل المواصفات حق الجهاز، سبيكرز ما سبيكرز، الوايرلس والاشياء ذي يصور الحين اخيرا في واي فاي 6، اذا كان عندك وايرلس في واي فاي 6 حلو، والال تي اي جيجا بت وصل فسرعه عاليه، اذا كان اصلا شركه اتصالات عندنا يوصلون حق ذا الشيء، اذا وصل حق ذا الشيء يصير خير يوصلون حق الواي فاي 5G البلوتوث 5 اللي حد يستخدم هذا الانواع لاقط الشبكه وكل شيء. طبعا تشتغل في جميع دول العالم ما يحتاج الايسم، اذا كنت تستخدم او تشتري فئه ال تي اي راح يكون فيها ايسم. طبعا نانو سم برضو تقدر تركب فيه شريحه وتقدر تستخدم بالايسم كيفك انت، فيس اي دي ولا شيء ذي كلها، وذا السنسر الموجود فيس اي دي وابل بي وسيري يو اس بي سي، هذا الاحجام او البطاريه كم تتم معاك. طيب للي يسأل هل متى راح ينزل، راح ينزل في مارتش يوم 25 الأسبوع الجاي راح ينزل رسمي في أمريكا عندنا، والكيبورد راح ينزل تقريبا في مي، لا 100% في مي، لكن محدد ما حددوا الوقت، يعني يمكن على نهاية رمضان كذا تقريبا. طيب لو نشوف السعودية متى ينزل، ننزل تحت نضغط على العلم هنا بما نحن في أمريكا ونضغط على السعودية، نشوف للأسف إلى الآن ماك بوك إير نزل جديدا، نزل برضو ماك بوك إير، لكن الأيباد إلى الآن ما أعلنت عنه في السعودية أبل. فنضغط على الأيباد، ايباد برو الجديد ما نزل الان في موقع ابل في السعوديه، فالايبادات القديمه موجوده والجديد اخر واحد ايباد العادي بزر. فهل راح يتاخر؟ يمكن راح يتاخر ما ندري الى الان، يمكن ينزل في نفس الوقت لكن ابل لازم تعلن عن هنا على الموقع. لو نضغط هنا نشوف مثلا الامارات، لان الامارات عندهم ابل ستور رسمي، ف 100% كان ابل تعلن عنه في الامارات. هنا لو نضغط هنا نشوف للاسف نفس السعوديه ماك بوك اير بس الى الان ما اعلنوا عن تكلمنا عنهم دي البطارية والأشياء دي. هذا البطارية كم واط هنا لحق الإضافين، وهنا 12.9 كم واط وكم يجلس معك الإنترنت على. فكذا يتضح يمكن، يعني أنا ما أكدت، يمكن راح يتأخر في دول الخليج. فإلى الآن في أمريكا مع النابل صفح على الواي فاي تصفح، وهنا على الشريحة كم تصفح كم يجلس معك. تقريبا هذه كل المواصفات، هذه كل الاشياء كلها. يعني لو انك مثلا الحين ارجع انا اختار يونايتد ستيت، فنشوف هنا على طول الايباد موجود الجديد، لكن لو اختار السعوديه او دول الثانيه ما راح يطلع لي حق الايباد الجديد، الايباد الجديد. فلو نضغط على اوردر هنا نشوف الوقت، وقت البيع. فلو نرجع هنا شوي فنختار مثلا 11، نختار اللون بس نشوف الوقت. اوكي واي فاي. فلو ننزل نشوف هنا، لو طلبه الحين راح يصلي يوم 25 مارتش، احنا الحين تقريبا يوم 18 مارتش، فاسبوع الجاي راح يوصل لي لو اشتري الحين. فهذه كل الاشياء وهذه الانواع. فدول الخليج الان ما اعلنوا عن، او ما اعلنت ابل انه راح ينزل الحين في دول الخليج، نشوف قدام متى ينزل. وطبعا مثل ما قلت لكم قبل يومين ان الايباد هذا اللي موجود عندي الايباد 2018 برو يمكن يتكنسل اذا نزل الايباد الجديد، ف طبعا تكنسل الحين خلاص. فالايبادات الموجودة الحين ايباد ميني، ايباد العادي، ايباد اير، ايباد برو الجديد. الايباد برو 2019 او 2018 تكنسل، ما في ايباد برو. فالان ابل يعني احنا في امريكا هنا لو بتشتري موقع ابل ما تحصل ايباد القديم، لازم تشتري ايباد الجديد. فبعض الاسئلة بيجوني الحين اشخاص، شو اللي اشتري، ايباد قديم ولا ايباد الجديد؟ إذا عندك ايبادات قديمة ما عندك الايباد برو 2018 أفضل أنك تشتري هذا عشان دعم أطول،
لا تنتظر جهاز ينزل، لأن هنا في أمريكا خلاص أنا ما عندي إلا الجهاز الجديد، ما أقدر أشتري الجهاز القديم. لكن إذا شفت ديل كبير قوي، يعني الآيباد 2018 صار رخيص مرة، في فرق كبير فوق أكثر من 500 ريال، أوكي اشتري القديم اللي هو الموجود 2018. لكن إذا كان في 300-400 أنصحك إنك تشتري الآيباد اللي نزل. أنا أكلمكم الآن الآيباد في متاجر أبل الرسمية، ما أتكلمكم عن المحلات الحرة أو السوق الحر. موجود الآيبادات القديمة موجود، يتم هناك لين تخلص الكمية. برضو أبل تبيع، راح تبيع عن الآيباد القديم أو الآيباد البرو 2018 مع التصنيع. هنا يتم هنا الجهاز يكون مع التصنيع ويتم هنا موجود. طبعا مع التصنيع ما راح يكون جديد، يعني مع التصنيع معدل عليه خفيف، في خراب أو شخص رجعوه عند أبل، أبل عدلت الخراب رجع تبيعه، يعتبر ممتاز ما في شيء. لكن هل بتشوف الفرق يستاهل إني أشتري ولا لا؟ يعني 550 دولار لحق 64 جيجا، لو أرجع أخش 64 جيجا هنا في موقع أبل، ما في موقع 64 جيجا طبعا، لكن 550 إلى 800، أوكي كم 200 دولار 300 دولار لحق 128، فأنت بكيفك. أوكي الكيبوردات، الكيبورد الجديد راح يشتغل على القديم، لكن القديم ما تقدر تركب على الجديد. أشخاص قاموا يدقون، ما أدري الأسئلة قامت تجيني، لكن الكيبورد الايباد الجديد الكاميرا وراء، القطع للكاميرا راح يكون كبير. اوكي خليني اوريكم، راح يكون كبير اوكي، فلانك في كاميرات كبيره فانت مستحيل تقدر تركب الكيبورد القديم على الايباد الجديد، ما تخش الكاميرات هنا. وبرضو الجديد مثل ما قلت لكم يركبون يعني اذا شريت كيبورد جديد في تراك باد وحتى بدون تراك باد، مثل ما نشوف هنا راح يركب مثلا هذا الايباد الجديد، يقول لك الكيبورد يشتغل على الايفون الجديد والفورث جينيريشن برضو. فهذا هو مثل ما نشوف، لان القطع من ورا الباين، القطع ولا ما باين، الحين تقدر تركب فيه الايباد القديم لان كاميرتين اوكي راح يكون فوق، يكون في فتحه. نوضح لكم هنا طبعا في برنامج ابل او ابل ستور قصدي، مش ابل ستور، ابل ستور مش موجود انه يشتغل على الكيبورد القديم، لكن هنا في موقع ابل مثل ما نشوف، شوف حركه حلوه فيه، هنا في علامه ابل على الكيبورد من ورا، لو بننزل يقول لك الكيبورد هذا راح يكون 12.9، راح يكون شغال على الثيرد جينيريشن الايباد برو هذا اللي عندي والفورث جينيريشن، وال11 يكون يشتغل لان ال11 نزل تو قبل سنه الجديد، يعني ال11 فال11 راح يكون السكند الفيرست جينيريشن والسكند جينيريشن، فيشتغلون على ايباد، اي ايباد عندك 11 انش برو اللي نزل ولا الان جديد، او 12.9 القديم والجديد يشتغلون على الكيبورد الجديد او الكيبورد بالماوس. لما نشوف كيف يوقف، كيف يثبت، يثبت بالهنج اللي هنا. ما تحسون ان دمجنا على الايباد برو ونسينا الجهاز الثاني الجديدة؟ فلو نضغط على الماك، أبل نزلت الماك بوك اير الجديد والماك ميني، فنتكلم عن الماك بوك اير الجديد، راح ينزل فيديو برضو في القناة حق الماك بوك اير الجديد، بس دبل ستوريج، فحين يبدأ تقريبا من 256، كان يبدأ أول من 128، فصار حين ستوريج أفضل وبسعر رخيص. الذاكرة تقريبا توصل إلى 1 تيرا أو 2 تيرا، فلو نخش هنا سيلكت نشوف هنا مثل ما نشوف 2 تيرا، ما ادري من الاشخاص اللي بيشترون 2 تيرا، لكن هذه الميزات. الجي بي وحدثوه برضو، والسي بي وبرضو حدثوه، فحق ال 10th generation حق السي بي والجي بي يو، فهذه الاشياء اللي نزلت في الكيبورد او في الايباد في الماك بوك اير الجديد. وبرضو الكيبورد صار سيزرز كي، فنفس الكيبورد اللي موجود حق نفس كيبورد الماك بوك برو 16 انش، فالحين هذا تحدث وصار على السيزر كي، هذا اوريدي تحدث تغير صار السيزر كي، باقي الحلول في الوسط ما ادري متى بيحطونه. فمثل ما نشوف الاسعار، هذا ممتاز لحق المدرسه، خفيف بالقوه ويبدا تقريبا 16 ميموري يعني، او يوصل لحق 16 جيجا الميموري، فشيء قوي وكبير. الكورز يبدا 4 كورز، هنا يبدا برضو هنا 4، هنا يوصل 8، ف أو مش يبدأ هذا أعلى شيء 4، وهنا 4 وهنا 8. سكرينز هنا 30.3، هنا 30.3 نفس الحجم.
مثل ما نشوف حجمه صغير، تقدر تشيله معك في اي مكان تروح. طبعا يجيك مع هذا هو بس تركبه في الاتش دي ام اي. فالجديد هذا لازم يكون 4، فهذا تحديث الجديد اللي يقولون انك بيغيرون الشاشه انه يكون 4 لان هذا 16. فهذه الانواع كلها. ولو ننتقل لكم الماك ميني اليو اس بي سي، في اي شاشه عندك حولك كيبورد وماوس يكون عندك كمبيوتر ماك جاهز. طبعا السعر صار الحين وصل مثلا السعر، خلينا على الجنب الماك ميني راح اتكلم لكم شوي عن شو الميزات اللي فيه. شنو هو الماك ميني اصلا؟ السلام عليكم. الماك ميني هو جهاز تشتريه مثل ما نشوف حجمه صغير، يو اس بي سي فيه 6 كورز، فيه الدي دي ار او الميموري وصل 64، نفس الماك بوك برو 16 انش، والتيرا بايت يوصل 2 تيرا بايت او السعه. فمثل ما نشوف المواصفات الداخليه وكل شيء ممتاز، ترى شغله مش قوي قوي لكن يعني افضل تقريبا الماك بوك برو 13 انش، الحين يعتبر افضل من 64 جيجا هرتز، يوصل تيربو بوست المروحه اللي موجوده فيه. فجهاز جبار يعني ممتاز، تقدر تحطه في المكتب شغل خفيف، تقدر تحطه مثلا في الصاله عندك في T2 تشيب اللي هي السكيور اللي موجوده. فشغل ممتاز، واعرف اشخاص يستخدمون حق اديتنج يعتبر ممتاز. يعني مو مثل ما نشوف ال4K تقدر تركب شاشتين الاي جي بي، وتقدر تركب عليه بالثندربولت 3 جي بي يو خارجي، فممتاز. تقدر تشحن فيه في اي مدخل بالثندربولت 3 داتا، تقدر ثندربولت يوصل على حق 40 جيجا بت بير سكند. فمثل ما نشوف تقدر تركبه كذا وتخليه مخزون عندك مثلا لحق الاستديوز او شيء. فالجهاز جبار ممتاز. لو بنشوف الاسعار، نضغط عليه هنا نشوف الاسعار. هنا 3.6 كواد كور مثل ما نشوف رباعي، 256 الذاكرة، الرام 800 جيجا بايت، الجرافيكس كار 630 مثل ما نشوف $800. اما الثاني هنا طبعا تقدر ترفع الثاني اعلى، بس نتكلم الحين البيسك على حق الخيار الثاني. يبدا 3 جيجا هرتز 6 كورز اي 5 التيربو بوست يوصل 4.1 و8 جيجا رام الميموري 630 لحق الرام اللي هو قصدي الرام. ايوه يبدا من 1000. لو نضغط هنا سلكت نقدر نرفع المواصفات، تقدر نحط مثلا طبعا الـ 8th generation الى الان ما حطوا الـ 10th generation لحق الـ i7. الرام نقدر نرفعها الى 64، فانت بكيفك تبي تختار الخيارات هنا بكيفك، ترجع هنا بكيفك. طبعا الـ 64 بتزيد $1000. لو ننزل الستورج برضو نحط 2 تيرا بايت الستورج اذا كنت تبي ستورج اعلى. الايثرنت مدخل، لان ما في مدخل ايثرنت، تقدر تحط الـ 10 جيجا بت الايثرنت. تقريبا هذه كل المواصفات اللي في الجهاز. فلو نرجع نشوف شو اللي يجي في العلبة، يجي الماك ميني هو نفس القطعة هذه والباور، بس هذا اللي يجي في العلبة. الكيبورد وما او الكيبورد والماوس انت تشتريهم خارجين. طبعا هذا بنشوف من الخلف كيف او الاشياء اللي موجودة فيه. في اتش دي ام اي، في 4 ثندر بولت، فمو بس يو اس بي سي، ثندر بولت اسرع من يو اس بي سي ويدعم اليو اس بي سي نفس المدخل، وتقدر تخلي 10 جيجا بت هذا المدخل. او نصيحة للأشخاص اللي يقولون لي الحين الأسعار نزلت وموجودة في السعودية، الآن للأسف الأسعار اللي موجودة والأشخاص اللي أعلنوا عنها مش تسريبات، بعضهم يأخذونها بالدول الإنترنت هنا، وفي يو اس بي اي برضو في الأوديو والباور بس، وهذا مدخل المراوح ومخرج للهواء راح يحولونهم بريال. فأنا ما راح أقول لكم الأسعار اللي موجودة الحين بريال صحيحة اللي راح تنزل في السعودية أو لا، لازم نعرف إحنا نوزع نفسه متى يعلن عن السعر. ف نخش موقع أبل الرسمي apple.com، ننزل آخر شيء تحت ونحول مثل ما نشوف هنا على السعودية، خرائط هنا على السعودية. طيب إذا حولنا على السعودية وهذا عربي، نضغط على الآيباد مثلا ونضغط على أماكن الشراء مثل ما نشوف على اليمين أماكن الشراء، نضغط على أماكن الشراء هنا الشراء، نضغط عليه نحط الجهاز اللي بنشتري مثلا ايباد، نحط هنا الصندوق البريد او الرمز البريدي حق المنطقه حقتك. فلازم تحط المنطقه،
للأسف أنا ما أعرف ولا منطقة، فكتبتين الرياض نأخذ مثلا هذا صندوق البريد، مثلا نأخذ هذا، ثلاثة تقريبا 2 1 تبع الرياض، ترى ضغطنا كذا راح يعطينا هنا الموزعين في الرياض من أبل رسمي، هذا موزع رسمي من أبل، السعر اللي بيحطه هنا هذا السعر الرسمي اللي من أبل، فعلى حسب المنطقة حقتك تحط الصندوق البريد حقك ويطلع يبيع الايفون والايباد، شوف الموزع الرسمي ويكتبون لك تحت ايش اللي يبيع، مثلا هذا الموزع ماك وايباد وايبود، الحداد ايفون وايباد وابل واتش وايبود، فهذا الموزعين الرسميين راح ينزلون الاجهزة في السعودية، فانت على حسب منطقتك مثل ما قلت لكم تخشون تحطون المنطقة حقتك وتحط الصندوق البريد وتشوف الموزعين الرسميين من أبل، والموزع الرسمي من أبل راح يحط السعر الرسمي، طبعا يختلف 100-200 على حسب الشخص، 50 على حسب من موزع لموزع، لكن هذه الأسعار الرسمية، نخش الموقع حقهم، تخش مثلا موقع الحداد، ماجد زيدان، ما بعرف منهم محلات ديري، لكن تشوف تخش وتشوف هل أعلن عن الأيباد ولا ما أعلن في الموقع حقه وتشوف السعر هناك. وآخر شيء أعلنت عن أبل اليوم في 18 مارس اللي هو السيور الجديدة، طبعا أبل كل سنة تنزل ألوان السيور الجديدة، مثل ما نشوف هذا نيو $50 السيليكون، الألوان الجديدة هنا اللي موجودة عندكم، طبعا هذا مو جديد اللون بس اللي عليه نيو، هذا الجديد، هذا الجديد ديلي، ننزل تحت نشوف السيور هذه الجديدة برضو، هذا اللون الجديد، هذه الألوان الجديدة هنا، فهذا آخر شيء نزلته أبل جديد، فحبيت بس أقول لكم كل